مشاهدينا الكرام مع الفيديو الثاني حول الوسائل البيداغوجية، وحين نكمل إن شاء الله. قبل ذلك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا نكمل مع الوسائل أيضا اللي شريتهم، هادو هي علبة الحروف. عفوا، علبة الحروف هادو أنا كنت شريتهم من عندنا من المكتبة في مدينة القليعة، شريتهم في الدلو، كان بدون ترونسبارون، الدلو الشفاف. وشريت هاد الحروف هادو، وزدت شريت عندي ثلث ديلا لحد الآن، شريت عندي ثلث ديلا نستعمل بهم مع التلاميذ، وحضرتهم أيضا التلاميذ التحضيري تعرفوا على الحروف. أيضا التلاميذ اللي يعانيو من صعوبات التعلم، يلقاو السنة الثانية وما يعرفوش الحروف، المدرسة نتاعنا تستقبلهم. يعني ما تقولوش الأستاذة مازال مع الحروف، إذا كان التلميذ ما يعرفش الحروف ما يقدرش يقرا لا كلمة ولا يكون كلمة ولا يقرا فقرة، ما يلحقش الفقرة. كان عندنا السنة الثالثة اللي مازالوا عندهم مشاكل في الحروف في مدرستنا، كاين تلاميذ سنة ثالثة ما يعرفوش الحروف، رانا بلا عقل معاهم، راهم يتحسنوا شيئا فشيئا. باش نوصلوهم للمدرسة، يكونوا في المدرسة ديالهم، ما يلقاوش الصعوبات هذيك، يكونوا يتخطاو هذيك الصعوبات تاع شكل الحروف، يتعرف على الحروف إلى غير ذلك. نستقبلوا السنة الثانية والسنة الثالثة اللي مازالوا يعانيوا من معرفة الحروف. هذو هما الحروف، ممرمرة فيها هنا مغناطيس نحطه على صدره مباشرة. وكان عندي فيديوهات كثيرة استعملتها أنا مع التلاميذ اللي كانوا يعانوا العمل اللي فات في صعوبات التعلم في اللغة العربية إلى غير ذلك. هذه شريت علبتين فقط، دائما نشري بشوية ما نشريش كامل في خطرة. الهدف نتاعنا قلنا أنه نوصل أنه كل تلميذ تكون عنده الوسيلة الخاصة به، لكن شيئا فشيئا ربي يرزقه إن شاء الله. إذا هنا هذه هي العلبة، شي علبة فقط لقيتو في علب، أنا كنت شريتهم في ديلا ودوكا شريتهم لقيتو في علب عفوا. يعني لحد الآن عندي خمس مجموعات، ثلث ديلا وعلبتين، وراح إن شاء الله بإذن الله راح نزيد من مزيد أيضا. راني أحضرت أيضا هذا، كملنا مع الحروف، نكملوا مع الحروف قبل ذلك. لقيت الكنز اللي كنت نبحث عليه في المكتبة تاع القريعة، ما لقيتش عنده. إذا كنت اثنين فقط، مجموعتين فقط وشريتهم، من بعد عاودت نبحث عنده ما لقيتش، يعني لقيت هذا. يعني الكنز هذه ممرمطة استعملتها في عدة فيديوهات أيضا في اللغة الإنجليزية واللغة العربية. وكنت اللغة الإنجليزية نتعلمو كي تعلمنا my pets animals، يعني تعلمنا الحيوانات، كنت نحط لهم السؤال ونحط لهم أحد الحيوانات وكانوا يجاوبوا يا إما yes or no. استعملتها كثير هذه، وساعدتني كثير في التعرف على الحيوانات باللغة الإنجليزية. Is it lion? Yes it is. Is it lion? No it is not. Do you have a dog? I don't. No I don't. Do you have a line? Yes I do. And so on. هذه استعملتها الكثير، ومن الفيديوهات نتاعي وبعض الصور كنت شاركتها على الفيسبوك. اوكي، شريت مجموعتين، شريت مجموعتين فقط لانه غادي بزاف غاليين، حلو غاليين لكن فيهم فائدة كبيرة كبيرة جدا. السبورة الصغار هذوك في البيت نشرو واحدة فقط تكفينا لوليدنا ولا لبنتنا، وبشوية بشوية نعلم ولادنا يخبوا، يعني يوفروا المصروف نتاعهم على ذلك، ولا دير لهم حصانة، دير لهم الشريحة، نحطوا لهم بلاقة بلاقة ونشرو لهم الوسائل، يعرفوا واش الوسائل، ونحملوهم المسؤولية أنك باش تستعمل الوسيلة لازم ما تصرفش الدراهم نتاعنا على شيء غير مهم، الحلويات إلى غير ذلك. إذا هنا نعلمهم أيضا الاقتصاد، وأيضا أنه عنده هدف. شنو هو الهدف؟ أنه مشي الوسيلة كما هذه رائعة، اللي ما شافش الوسيلة في الساعة نتاع عدة فيديوهات على القناة نتاعي. وأيضا عندي صورة كنت إن شاء الله كنت ندير الدروس على الفيسبوك. هذا بالنسبة للحروف الممرمطة. عندي حروف أيضا، هذو الحروف هذو، هذو شكل الحروف باللغة الإنجليزية، يعني باللغة اللاتينية. نستعملهم في اللغة اللاتينية ونستعملهم في اللغة الفرنسية كما تلاحظوا. عندنا هذا، هذا شكل فيه مسامير، نديرو هكا باش تشوفو الطرمادي، تشوفو فيه.
هنا نجيبوا هذا الاشكال اشكال كما هادو كما نشوفوا الثقب هنايا مختلف على حسب وعندنا الشكل هذا نخدموا بها على لتر سي مثلا نخدموا بها على لتر دي مع اخر جي على ذلك كلها عندنا على لتر سي كلها نخلي يدور مثلا على لتر تي وهنا هم عطاو لنا نماذج نماذج كيفاش نستعملوها او ماشي شرط الحروف هاهم بعض الاشكال اللي هنايا تاع الباخره عندنا لو ار بي لو ام عندنا بعض الاشكال اللي نقدروا نديروهم ونخدموا الاطفال تاعنا هما اللي يستعملوهم طبعا اذا هذا بالنسبه للاشكال حطوها جيدا حتى هنا جانبا ايضا نحب هذه الاشياء كثيرا انا كنت شريت اثنين تاع البيتزا وخدمت بهم دروس عيد كنت مرات دروس الكسور واليوم البارح غادي لقيت هذه تاع الاطفال الصغار تاع البنات او تاع الطفل على شكل تورته لكن ايضا مقسمه الى ستة اجزاء هذه باللغه الانجليزيه نحتاجها كثير كثير باللغه الانجليزيه باش نتعلم واش هي التورته طارت طارت سي باي اتاي نقدر ايضا اذا ما كانت تورته يعني اكيك اكيك ايضا ونعلمه ايضا في المستوى الثانيه متوسط حتى الثالثه متوسط This is a slice شريحة أو جزء أو this is a piece إذا كان نعتبروها كيكة أو نعتبروها طارتة إن تحت نقولوا a slice of pie a slice شريحة شريحة البيتزا أيضا نعتبروها slice bread سوف نستعملها كثير في اللغة الإنجليزية عندنا أيضا مع أنه like a cake عندنا على شكل شور يعني الاشياء اللي نستعملوها للالعاب مثلا اذا كان احنا تعلمنا في الاسبوع الماضي بالنسبه لنا اولى how old are you how old are you اذا I'm four مثلا اذا كان عندنا اربع شهور فقط كاين اربع هنايا خمسه عفوا بقينا الخمسه five I'm five years old I'm five years old مثلا this is وتعلمنا أيضا a candle or five candles خمسة شمع هذه كم نستعملها باللغة الإنجليزية الكثير نستعملها بزاف باللغة الإنجليزية إذا هذه اللون وقت هذه باللون الأزرق شيء اثنين فقط مع أنه كاين الكثير راح إن شاء الله بإذن الله راح نستعمل نحاول انه ندرسهم على الاساتذه اللي معنا في المدرسه ما هي الوسائل اللي يحتاجوها حقيقه باش نخصصوا المبلغ هذاك للوسائل الضروريه اللي لازم كل تلميذ يكون عنده واللي ممكن نتعاملوا معها يعني نعملوا جماعي نخلوها في جماعي اذا باش ما نطولش الفيديو نخليكم مع هذا الفيديو مع الفيديو الثالث ان شاء الله باذن الله باش نكملوا كامل الوسائل اللي شريتها من حمد الله القاكم بعافيه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.